عندنا مشاريع مختلفة مرتبطة بأقمار صناعية، عندنا تدريب 4 رواد فضاء على المدى 5 سنوات الماضية في مركز جونسون في هيوستن، عندنا أيضا رحلات فضائية إلى محطات الفضاء البشرية الدولية، رحلات بشرية إلى محطات الفضاء الدولية، ومن خلال الرحلات هذه تعلمنا الكثير وشاركنا بالكثير من التجارب العلمية والتجارب التقنية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بالإضافة إلى يمكن أكبر مشروع فضائي في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة أو المنطقة، مشروع محطة الفضاء القمرية، حيث أن اليوم استوت اتفاقية بين مركز مركز محمد براش الفضاء وناسا لبناء وحدة معادلة الضغط التي بتكون جزء مهم جدا من محطة الفضاء القمرية، وهي بتكون المحطة الجديدة للبشرية، بتكون حول القمر وبتكون منصة للنزول إلى سطحه إن شاء الله خلال 10 سنوات القادمة، رائد فضاء إماراتي يدور حول القمر، وفي المستقبل استثمارات مختلفة بنشوف رائد فضاء إماراتي على سطح القمر إن شاء الله.